الحمد لله على السلامة يا سعد بيه. سعد بيه انت سامعني؟ الحمد لله كويس. سعد بيه انت عارف الموجودين في الأوضة هنا؟ عظيم. طيب هاتها بسعادتك مرة تانية معايا. اتفضلي هنا. هنا ممكن تنطق باسم الهانم. الحمد لله على سلامتك يا سعد، وحشتني. طب يا جماعة مفيش داعي نتعبه، ويا ريت نسيبه يستريح شوية، ومن هنا للصبح يكون السيد وزير الصحة جه وكشف عليه وشافه ويطمنا كلنا. الحمد لله على السلامة يا بابا. اتفضلوا يا جماعة. هتنام شوية؟ الطريق لسه طويل. نام انت حبيبي، ولما نقرب انا هصحيك. انا متهيألي ان حضرتك ما بتنامش تقريبا. ربنا خلقني كده، كل واحد وليه طاقة. طب انا ليه ما طلعتش كده؟ ده انا اي ساعة بقدر اخطفها سواء بالليل او بالنهار بنامها زي القتيل على طول. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. طب ايه رأي حضرتك في خبر طازة زي الفل على غيار الريق؟ هات يا حبيبي. في دالي صغير في الطريق اليك. بجد يا حسام؟ نشوى لسه قايله لي دلوقتي وهي بتودعني. ألف مبروك يا حبيبي. لو طلع ولد هسميه سعد، عشان يبقى سعد حسام سعد الدالي. مش حضرتك كان نفسك إن اسم العيلة يفضل عايش على طول؟ أه أنا فرحت بس عشان كده. شوف يا سيدي، ليك عليا، أول ما يشرف ويطلع ولد هكتب المقر الرئيسي باسمه. هو ده الكلام. على كده كل 9 أشهر بأمر الله هسلمك نونو. ما تبقاش طماع، ما تنساش نصيب اخواتك. انا مش هقول لنشوى ولا تطمع في حضرتك. نشوى دي بنت اصول، ربنا يخليها لك ويبارك لك في ابنك ان شاء الله. يلا ابو سعد ما تكسفش مني ونام لك شويه. يا ريت ترتاحوا يا جماعه، وبعد ما اطمنا على حاله سعد بيه، وزي ما وعدتكم قبل كده انه 3 أو 4 أيام بالكتير، ونقله جناح عادي جدا لحد ما يتحسن ان شاء الله ويخرج من المستشفى على خير. والكلام يا دكتور ده حتى ما قدرش ينطق اسم. ده عادي جدا. تاثير البنج بيبقى على بعض المرضى لفترات طويله، يعني المريض يجي يتكلم ما يقدرش، لان البنج بيأثر على عضله اللسان. طب والحركه يا دكتور؟ بابا ما حركش ايديه او رجليه. ده برضو كلام سابق لاوانه دلوقتي. دكتور نشا. ايوه. عن اذنكم. مش عايزه بابا يحس باي حاجه، وانا بنفسي هبلغه بموضوع حسين بس في الوقت المناسب. صباح الخير. يا صباح النور والورد والياسمين. ايه الورد الجميل ده؟ ايه ده؟ الله. ايه رايك في الشياكه كده؟ تحفه يا باشا. ايه الاناقه دي كلها؟ ازاي البنات الصغيرين سابوا سعادتك توصل لحد هنا؟ تعبت جدا لحد ما وصلت، عمال ازح في بنات كده وبنات كده وبنات كده لحد ما قطعوا لي هدومي. يا بكاشه بطالي. سعادتك كل يوم بتصغر مش بتكبر. لبنه انا مش قد الكلام الحلو ده، بعدين اصدق. صدق يا باشا، ولو عايز تصدق اكتر بص في المرايه وانت تعرف اني مش ببالغ. عارف انا بقالي قد ايه ما سمعتش كلام حلو زي كده؟ اكتر من 30 سنة. وانت عمرك كله قد ايه عشان تقول كده؟ يا باشا اللي عشته كله كوم، واللي جاي ان شاء الله كوم تاني خالص. انت سامعني يا سعد؟ طب تقدر تنادي على مريم؟
طيب ممكن تحرك صوابع ايدك اليمين؟ طيب ممكن نحاول نحرك صوابع ايدنا الشمال؟ هايل يا سعد، برافو. للأسف النتائج لحد دلوقتي بتؤكد وجود شلل في الإيد اليمين وفقد القدرة على النطق. تقرير المعمل الجنائي بيقول إن المسدس اللي ظبطناه في أوضتك يا مؤنس انضرب منه نار فعلا، والصورة دي بقى بتؤكد إنكوا أصحاب من زمان، واعتراف مؤنس واضح وصريح. أما أنت بقى دكتور بتفتيش بيتك لقينا كتب سياسية ومقالات مقصوصة من الجرايد والمجلات بتؤكد ميولك السياسية ضد نظام الدولة. بتهيألي يا فندم طول ما أنا محتفظ برأيي ده لنفسي مفيش خوف مني. رأيي إيه يا فندي؟ رأيي إيه؟ ده أنت قاتل وزير وابنه وطامح راسك. يا فندم يا فندم والله العظيم أنا ما شفت حد من زمايلي دول من 9 سنين غير لما أنتوا جمعتونا دلوقتي. ما ده عادي يا أخويا في نظام الخلايا العنقودية، بتبقى كل الخلايا في جماعة واحدة وكل خلية ما تعرفش حاجة عن التانية، مش كده ولا يا كبير؟ تمام سعادتك. شايفين؟ شايفين الصراحة دغري لا بيلف ولا بيناول. يا فندم مؤنس ده طول عمره مريض وحقود يا فندم. ايوه يا فندم طول عمره بيحقد علينا لان كلنا بعدنا عنه من سلوكه المشبوه ايام المدرسة. سلوكه المشبوه ايام المدرسة؟ ايه يا اخوي؟ كان بيعمل برشام للامتحانات ايام المدرسة؟ اسمع حد انت، هو اقول لكم ايه، انا صبرت عليكم كتير قوي وطولت نفسي. ايه علاقتكم بجماعة الجهاد لدين الله حتى النصر؟ دي جماعة افكارها مناهضة لفكر جماعتنا، بتحاول تنسب لنفسها شرف المحاولة اللي احنا قمنا بيها. يا فندم الادلة كلها عند سعادتك، الموتوسيكلات هتلاقوها في طريق مصر اسكندرية الصحراوي عند الكيلو 64 على بعد 500 متر من الطريق العام، وانا المسؤول الاول عن الجماعة، معترف قدام سعادتك. خلي جماعة الجهاد دي تقدم الدليل اذا كانت هي اللي نفذت العملية. ابعت حد كيلو 64 في طريق الصحراوي، شوف للموتوسيكلات دي بقى طريقه، والعيال دي تعرض على النيابه. يلا خلينا نخلص بقى من الصداع ده ونشوف مصلحه البلد. انا اساسا متشائم من الموضوع ده سعادتك. متشائم من ايه؟ من مصلحه البلد؟ الموتوسيكلات يا فندم. قوم من قدامي يا عاصم، افرد وشك وقوم من قدامي. يلا اتفضل. تمام يا فندم. يلا اخ منك له. الله يخليك يا مؤنس. الله يخليك. طمني حاجه تانية كده. اه طب لنا يا فندم القهوه. ها خلصت؟ شكلك عايز تقول لي حاجه. بصراحه في حاجات كتير عايز اقولها لك، عايزك تسمعني وتصحصح كويس قوي. خير؟ غيبه مراتك اللي في المستشفى هي وابنك، مش ملاحظ انك انت مزودها معاهم حبتين؟ طب ما هم عارفين ان انا بخلص شغل. والشغل ماله من انك انت تزورهم يا اخي. خالد مش عايز الناس تاكل وشنا. لو حضرتك حاسبها بالشكل ده خليك انت مكاني هناك وسيبني انا هنا اخلص مصالحنا. يا ريت يا ريت كان ينفع، ما كنتش اخد اذن منك. انما ابني الدنيا كلها مش هتطير ولا الشغل هيطير لو زرتهم مره الصبح ومره بالليل، خصوصا ان عمك سعد فاق. فاق من بدري يا استاذ. شفت بقى انك انت مش متابع. انا عايزك تكون موجود هناك عشان تصلح الصوره بتاعتك اللي بقت مقرفه دي. بعدين بقى في سعد الدالي ده امال الواحد هيشم نفسه امتى؟ احنا ما عندناش مركزيه في الاداره، بس ممكن افهم بقى
ايه حكاية شكاير الخام المتأخرة في مصانع البلاستيك؟ وايه حكاية الاسمنت المتلتل في موانئ السويس واسكندرية لغاية دلوقتي؟ وليه المواد دي ما اتنقلتش لمواقع العمل؟ وعندنا كمان يا فندم مشكلة في مصنع حديد الصلب. اه كمان. طيب في حد تاني عنده مشاكل قبل ما اكمل كلامي؟ الو؟ ايوه. امتى؟ طيب طيب. طب ما تبلغش الخبر ده لحد. لا معلش ذنب بقول لك كده. ماشي ماشي. طب مع السلامة دلوقتي. سلام. خير يا فوزي؟ لا خير ان شاء الله يا رفي. خلينا في الخير اللي بالكوم اللي قاعد قدامنا ده. شوفوا بقى. اسمعوني كلكم كويس. لحد ما سعد بيه يرجع الشغل بالسلامة ان شاء الله، اللي هيقدر يواصل زي زمان ويحافظ على مستوى التميز بتاع شركته انا هشيله جوه عيني وفوق راسي. اللي مش هيقدر انا اسف، انا مستني استقالته يحطها بنفسه فوق مكتبي ودلوقتي حالا. ارهابي ايه ده؟ صحفي ادهم فارس. ايوه. اتفضل معايا. تمام يا فندم. طب روح انت. حاضر يا فندم. ادي يا سيدي الصحفي بتاعك ساق سليم اهو. عامل ايه يا ادهم؟ انت كويس؟ انت لسه فاكر وانا مرمي الرميه دي بقالي 4 ايام؟ يا ابني هو في حد كان عارف لك طريق جره؟ معالي الوزير امر بالافراج عنك يا استاذ ادهم. يا ريت بقى تنصحه يبطل شغل شارلوك هولمز وارسين لوبين اللي بيعمله ده ويخليه في حاله. انا كنت بعمل شغلي. الظاهر انه مش ناوي يجيبها لبر. انت عايز تأنسنا شويه لحد ما اعصابك تهدى وتفكر كويس ولا ايه؟ انا مش فاهم انتوا ليه مصرين تتعاملوا معايا كاني مجرم. يا ابني ما تسكت بقى. لا سيبه. بص يا ادهم، انت لسه شباب وطايش. اللي انت عملته في المستشفى ده كان تهور ملوش داعي. يعني لو حولناك على النيابه الوقت وفي الظروف اللي حاصله دي هتاخد حكم، ومستقبلك هتشرب عليه قهوه ساده وهيتعمل له عزا في عمر مكرم. احمد ربنا ان الموضوع اتلم بسرعه وخلص على كده. احنا متشكرين جدا لتفاهمكم الموقف يا فندم، وانا وعد حضرتك ان ده مش هيتكرر تاني. يا استاذ عزت يا اخي. أنا اسكت بقى يا اخي. نقدر نمشي يا فندم؟ اتفضلوا. استاذ ادهم، لو عايز تعرف معلومات تاني خدها من مصادرها الطبيعيه، بدل ما تلخبط شغلنا وتحط نفسك في مواقف بايخه. وعلى فكره لو اي خبر اتنشر عن محاوله الاغتيال هتحطوا نفسكم في مواجهه ملهاش داعي مع الداخليه، وهتصعبوا الموقف عليكم وعلينا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. متشكرين. اتفضل. الله على السلامة. خلعت قلبي عليك، بس أنا كنت متأكدة يا سعد. أنا كنت متأكدة. ما تتعبش نفسك بالكلام، احنا كلنا كويسين. هو كويس وبس تعبان شوية طبعا من الحادثة، بس أول ما يقدر يقف على رجليه هيجي عشان يشوفك. بس احنا كلنا كويسين، كلنا كويسين، الولاد كويسين، وانت وحشهم قوي، عايزين يخشوا يشوفوك.
بس الدكاترة مانعين عنك الزيارة لغاية ما حالتك تبقى أحسن. بس احنا كلنا كويسين. وهبة خلفت. هبة خلفت. جابت ولد سمينة حسام على اسم ابننا. حسام مات يا سعد. حسام مات يا سعد.